ومعانا على التليفون الناقد الرياضي محمد البرمي. صباح الخير عليك. صباح الخير. صباح الخير على كل الساده المشاهدين. في البدايه عايز اعرف تقييمك لاداء الفريقين امبارح في المباراه. يعني هي واحده من اجمل مباريات الاهلي الموسم ده. اللاعبين كان امبارح كانوا فايقين جدا، واضح ان كان ان هم خدوا دش ساخن، دش بارد بعد مباراه بيراميدز والتعادل اللي حصل. كان في اخطاء فنيه كتير جدا، كان في مشاكل فنيه، كمان كان في خطا محمد الشناوي اللي كلف الاهلي كتير، فاعتقد ان كان في شده شويه من المدير الفني، وده بان امس في امام سموحه. الاهلي كان على المستوى الفني بيقدم واحده من اجمل مبارياته، الاهداف الاربعه طبعا في ضربه جزاء، يعني ما قبل ضربه الجزاء في نقلات كويسه، في شغل كويس، شغل فني كويس، اللاعبين كانوا في حالتهم امبارح، كانوا فايقين، فاعتقد ده تاثير مباراه بيراميدز والتعادل اللي حصل امبارح. كمان كان في عدد من اللاعبين كانوا في قمه مستواهم او في افضل فورمه ليهم. حسين شحات يمكن بدا يفوق شويه من الفتره الاخيره، كان في انتقادات كثيره جدا ليه، الاداء سيء، اداؤه مش افضل حاجه. شوفوا في ماتش بيراميدز سجل، ماتش الترجي سجل، امبارح سجل هدف جميل واتلغى وسجل هدف ثاني، محمد شريف بيواصل تألقه، فاعتقد المباراه كانت كلها مكاسب كبيره للاهلي على المستوى الفني، حتى تغيير محمد الشناوي وتجهيز علي لطفي لانه هو اللي هيكون الحارس الاساسي للاهلي في باقي مباريات او في ست او سبع مباريات تقريبا من الدوري المصري بعد نهائي افريقيا بسبب تواجد محمد الشناوي في الاولمبياد. فاعتقد كل دي مكاسب كانت مهمه جدا للاهلي امبارح. كمان عوده الثقه، يعني الاهلي في مباريات الدوري الاخيره او ما قبل التوقف كان في خساره من سموحه وتعادل وثم تعادل مع بيراميدز، فالنتائج ما كانتش افضل حاجه، فالاهلي بيعلن عودته بقوه للدوري المصري. يعني بتعتبر ده برضو يعني الاهلي بيبعت رساله اعتذار لجماهير؟ اكيد طبعا، اكيد طبعا. جماهير الاهلي ما كانتش سعيده بالتعادل مع بيراميدز لاسباب كتير. اولا ان كان في بدايه الشوط الاول مثلا في ماتش بيراميدز اصر بيتسو موسيماني على اللعب بنفس الطريقه اللي لعب بها قدام الترجي، ومش كل مش دايما الطريقه دي بتكون مناسبه في الدوري، لان الدوري انت بتلعب قصاد فرق اقل قوه من الترجي التونسي مثلا، فما ينفعش العب بثلاث ارتكاز اضيع على نفس شوط كامل ما بهاجمش فيه، ما بلعبش كره هجوميه. الشوط الثاني مثلا انا لما غيرت طريقه اللعب وبدات اهاجم وافتح الملعب شويه، صحيح حصل طرد بيراميدز والاداء وخلاص بقى عندي فرصه اكبر ان انا ازود، وعملت ده فعلا، كان في اتسجل فيها جون ثم انا كسبت بهدفين، بدل ما انا بزود الدفاع بزود الهجوم، بفتح الملعب اكتر، فبالتالي واللعيبه بتستهتر، لعيبه بتستهتر، بتلعب برعونه شويه. كان الاهلي كان يقدر يجيب الثالث والرابع واكتر من كده كمان، لكن اللعيبه ما خلصتش الماتش، وبالتالي كلفهم بعد كده الخطا اللي حصل من محمد مجدي قفشه في التمرير، ثم رجعت للشناوي ما قدرش يطلعها. فاحنا دلوقتي قدام مشكله، قدام ان احنا مش قادرين نخلص او مش عايزين نخلص، بنلعب باستهتار، كمان بنعمل اخطاء، فكل ده يعني كان اغضب جماهير الاهلي بشكل كبير جدا، اضافه لان انا اصريت ان انا ابدا بطريقه دفاعيه لا تناسب اللعب في الدوري المصري، ربما تناسب في افريقيا بسبب قوه الفرق او قوه المنافسين، لكن لا تصلح ان انا العب بيها طول الوقت. فاكيد جمهور الاهلي غاضب، كمان غاضب لان بيراميدز اصبح كانه عقده للاهلي، يعني الدور الاول الاهلي تعادل ايضا وكان المباراه في المتناول للاهلي، لكن الاهلي تعادل ايضا بسبب الطريقه الدفاعيه اللي اعتمد عليها موسيماني. فاعتقد ده مباراه امس كانت رد على الانتقادات ديت، يعني رساله كمان، رساله اعتذار كمان للجماهير، ورساله طمأنه، لان الاهلي عنده مباراتين قادمتين مع المقصه ومع المقاولون العرب. الاهلي لازم يكسبهم عشان يواصل المنافسه في الدوري، وكمان يطلع منهم بمعنويات مرتفعه علشان ماتش كايزر ستيفز نهائي دوري ابطال افريقيا. فاعتقد كل دي من الحاجات اللي كانت بتقلق جمهور الاهلي، وكان لازم يكون في عرض كويس او عرض مميز زي اللي حصل قدام سموحه علشان يشعروا ولو ببعض الطمأنينة.
شكرا لك، شكرا جزيلا الناقد الرياضي محمد البرمي.